المزيد حول التطورات الميدانية تحديدا ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز محمد الزاوي من أوكرانيا. محمد أهلا بك، لو تطلعنا على مكان تواجدك حتى الآن وبعد إعلان الجيش الروسي السيطرة على خرسون بالكامل، ما هي أبرز التطورات الميدانية المتلاحقة على مدار الساعة؟ نعم، صباحكم سعيد وللمشاهدين الكرام. أنا أتواجد حاليا بمدينة الفيف في غرب أوكرانيا التي وصلتها صباحا بعملية إجلاء مع الألاف من سكان العاصمة الأوكرانية كييف. طبعا الحرب الروسية على أوكرانيا تدخل يومها التاسع، وربما أبرز حدث اليوم هو استهداف القوات الروسية فجر اليوم لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية جنوب شرقي أوكرانيا، مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى للتدريب بالمجمع هنا. السلطات الأوكرانية كانت قد أعلنت أنها تمكنت من إخماد هذا الحريق وأن السلامة النووية للمحطة باتت مضمونة، لكن طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم روسيا باللجوء للرعب النووي وأن روسيا تسعى لتكرار كارثة مفاعل تشيرنوبل عبر عام 1986. طبعا وكان قد أجرى الرئيس الأوكراني وفق وسائل الإعلام المحلية العديد من الاتصالات مع الرئيس الأمريكي جون بايدن ومع العديد من المسؤولين الأوكرانيين بخصوص هذه المسألة التي باتت تثير القلق ليس هنا فقط في أوكرانيا ولكن في الدول المجاورة أيضا. نعم، طيب محمد، أنت قلت بأنك متوجه أو متواجد في الفيف غربي أوكرانيا طبعا بعد عمليات الإجلاء الخاصة من أوكرانيا إلى الفيف، لو تطلعنا أكثر عن تفاصيل عملية الإجلاء كيف سارت، وهل هذه هي من ضمن الممرات الإنسانية التي اتفق عليها الطرفان روسيا وأوكرانيا في المحادثات أو في جولتي المحادثات السابقة؟ لا، في الحقيقة ما يجري هو عملية خروج المواطنين عبر القطارات باستخدام طبعا شبكة السكك الحديدية من مناطق سواء الشرق الأوكراني أو منطقة كييف العاصمة إلى مدن أكثر أمانا، وهي المدن الواقعة على الحدود مع الاتحاد الأوروبي سواء مدينة الفيف، مدن أوجغارد، إيفانو فرانكوفسك وغيرها من المدن على الحدود السلوفاكية الرومانية وغيرها. يعني هذه العمليات تجري بشكل يومي والقطارات تمر عبر مساراتها الحقيقية، لكن الملاحظ هو طبعا الرعب الذي أصبح يتملك العديد من السكان المدن اليوم في نعم محمد، حتى نكمل فكرة يعني ترك أوكرانيا أو اللجوء إلى الدول المجاورة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان هناك اتفاق بالفعل نتيجة للمفاوضات بالأمس في موضوع إنشاء ممرات آمنة، وفي نفس الوقت على حسب ما أشار بوتين إلى أن الجيش الروسي قدم هذه الممرات ووفر النقل حتى تمكن المدنيون من المغادرة، لكن القوميون لا يسمحون بذلك. على أرض الواقع كيف ترصد هذا الأمر؟ طبعا ما يتم الحديث عنه من ممرات آمنة ربما يكون بشكل أكبر في منطقة خاركيف التي تعرضت لقصف جوي على مدار الأيام الماضية، وهناك عمليات يعني تخريب واسعة للبنية التحتية. بخصوص ما يتم القول بشأنه بأن هناك يعني منع من طرف معين لخروج الناس، أنا شخصيا والكثير من المنظمات لا يعني لا ترى في ذلك حقيقة على أرض الواقع، فقط الواقع هو أن السلطات الأوكرانية قد سنت قانونا في بداية هذا الصراع بمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 أو عفوا بين 18 و60 عاما من الخروج، وأصبحت الآن ربما في حاجتهم أكثر ضمن ما تسميها قوات الدفاع المدني في كل مدينة. نعم. طيب يعني محمد، لفيف الآن كانت منذ بدء هذه العملية العسكرية كانت تسمع بها دوي انفجارات، لو تطلعنا أكثر عن حالة هذه المدينة وهل لها نصيب من العمليات العسكرية أو ربما بعض الانفجارات أم ماذا؟ طبعا مقارنة بالمدن الأوكرانية الأخرى سواء كييف أو مدن شرق البلاد فهي مدينة يمكن القول عنها بأنها مدينة آمنة،
طبعا في وقت سابق سمع فيها الصفير دوية صفارات الإنذار، لكن لم تشهد المدينة أي يعني قصف خلال هذه الفترة. الكثير من الناس يستخدمون الفوف ليس فقط كمركز لجوء أساسي، بل كمركز عبور إلى بولندا التي تقدم تسهيلات كبيرة الآن للاجئين. هناك الآلاف من الأوكرانيين من مختلف مناطق البلاد يصلون المحطات الرئيسية هنا في البيت، سواء عبر القطارات، عبر الحافلات أو السيارات الخاصة. يعني الفيف ليس تلك المدينة الهادئة مثل كييف، شوارعها الآن كلها مكتظة باللاجئين من مختلف المدن الأوكرانية. طبعا وبالتالي مقاطع الوجهة الرئيسية في الأغلب تكون الحدود البولندية غير البعيدة من هنا، حيث يقوم الأوكرانيون ويقدم الأوكرانيون اللجوء في دول أوروبا المتعددة التي سهلت لهم المأمورية خلال هذه الفترة. نعم محمد، اسمح لي أن أعود مرة أخرى لفكرة الممرات الأمنة. ذكرت أن هذا الأمر غير موجود على أرض الواقع. من أي النواحي هو غير موجود؟ معنى ذلك أن روسيا لم تشارك في أن يكون هناك ممرات أمنة، أم ربما يكون هناك بعض المعوقات لاستخدام هذه الممرات، أم أنها لا فائدة منها؟ نريد تفاصيل أكثر عن هذا الأمر، لأنها من النقاط الهامة جدا التي تم التوصل إليها بالأمس. في الحقيقة أنا أقصد بها أنه غير متداولة، يعني غير معروفة لدى المواطن الأوكراني، حتى لو كان اتفاق ربما بين لكنه على الواقع لم يرى بعد، لا يوجد أي مصطلح هنا وسط المواطنين الأوكرانيين بممرات آمنة. يعني المواطنين يستخدمون المتاهة التي تعودوا عليها في وقت سابق عبر السكك الحديدية، الحافلات أو السيارات. طبعا وهذا ما قصده بالضبط، يعني لا يوجد اي مصطلح يقال عنه ممرات امن. ربما اكثر بدلا ربما يبدا الحديث اكثر على منطقه خاركيف مثل ما ذكرت، التي شهدت تدميرا واسعا، وهناك تحتاج بالفعل يعني في ظل الصراع في ظل المعارك الدائره الى ممر امن للخروج المدني. نعم محمد، إذا يعني بالحديث عن خاركيف، وإذا عدنا لكلمة بوتين أمس، يعني كان قد قال بأن القوميون الأوكرانيون يستخدمون الأوكرانيين أنفسهم كدروع بشرية، وبالعكس ويتم إطلاق النيران على الطلاب الذين يحاولون مغادرة خاركيف. لو تطلعنا أكثر وتفاصيل هذا الأمر وحقيقته أيضا على أرض الواقع. طبعا إذا قرأنا هذه الاتهامات من الجانب الأوكراني فهي كما يقولون ويصفون هذه التصريحات بانها سخيفه الى درجه يعني لا يمكن للعقل الاوكراني هنا ان يستوعبها في ظل الاستهداف الروسي الكبير للمواقع المدنيه في مدينه خاركيف، التي يشبهونها اليوم بحلب السوريه وما حدث فيها قبل اعوام. فالكثير هنا من الاوكرانيين طبعا خاصة مدينة خاركيف ورئيس مدينة خاركيف الكثير من المسؤولين يرون بأن بوتين والجيش الروسي على وجه الخصوص يقوم بعملية انتقامية ضد هذه المدينة النطقي أهلها في غالبيتهم باللغة الروسية، وهي الواقعة على الحدود الروسية، وربما لم يكن ينتظر الجانب الروسي وفق الرؤيه الاوكرانيه بان تتم هذه المقاومه. ولذلك فان ما يتم تداوله من الجانب الروسي يقوم الجانب الاوكراني بانه فرنسا تسعى الى ضرب سمعه الجانب الاوكراني، لكنها على الواقع كل الوقت. نعم محمد، أستأذنك لو من الممكن أن احنا نغير المكان إلى حد ما حتى تكون الإشارة الصوتية أفضل وأكثر وضوحا، لأن بالتأكيد هناك الكثير من الموضوعات التي نتمنى أن نتحدث معك عنها. واسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى زابوريتشيا، محطة الطاقة النووية. نتحدث عن عمليات عسكرية روسية في أوكرانيا، إذن من المتوقع أن يكون هناك ضربات في أماكن مختلفة، يعني هذا بطبيعة الحال عندما يكون هناك مثل هذه الأمور حادثة على الأرض. السؤال الذي يطرح نفسه، ألا يوجد تأمين معين لهذه المحطات، أم أنه تبعا لمواثيق دولية معينة لا يمكن الاقتراب من مثل هذه المحطات النووية، أيهما؟ طبعا بالنسبة سواء محطة زاباروجيا وحتى محطة تشيرنوبل التي سيطرت عليها قوة
في وقت سابق هناك خدمات، هناك يعني مؤسسة خاصة بحماية هذه القاعدة أو المجمع، مؤسسة لها كل الصلاحيات في إدارة مختلف أو ما تعلق بكل هذه المؤسسات. فلما أنه في الأساس للمحطة يتحمل مسؤوليتها هؤلاء العمال الذين في أغلبيتهم طبعا لا يمكن أن تكون تلك القوة العسكرية التي يمكن أن تواجه قوات روسية مثلا في اليومين الأخيرين، ثم تداول في جهات كثيرة للمدينة الصغيرة القريبة من هذه المحطة خروج مدنيي قطر في الطريق المؤدي إلى هذه المحطة وبدون أسلحة. أرادوا منع القوات الروسية من التقدم، رأوا في ذلك يعني كتعبير عن الرفض لدخول القوات الروسية وأن هذا الأمر سيسبب كارثة نووية حقيقية، خاصة وأن هناك حديثا في الإعلام الأوكراني عن دخول مجموعات شيشانية أرادت غرس أو زرع قنابل في المحطة، يشكل تهديدا خطيرا للعالم يعني وخاصة المنطقة الأوروبية أوكرانيا وحتى الكثير من المدن الروسية. السياحة اليوم كانت في اتجاه المناطق الروسية، ولذلك يرى الجانب الأوكراني بأن هناك تهديدات حقيقية. مجرد الجانب الروسي يشكل تهديدا حقيقيا بكارثة نووية ربما ستكون من كارثة كبيرة. طيب محمد، عدد من الدول الغربية فتحت أبوابها أمام المواطنين، ربما المواطنين الذين لديهم أصول أوكرانية للقتال بجانب القوات الأوكرانية في هذه العملية العسكرية، لو لديك أي حصيلة أولية حول عدد المنضمين أو جنسياتهم؟ نعم، آخر البيانات والإحصاءات غير مؤكدة طبعا هي تتداول وسائل الإعلام هنا وحتى وسائل الإعلام الغربية عن وصول نحو منذ بداية هذا الصراع إلى وصول نحو 80,000 يعني أوكراني يعني أو ذوو الأصول الأوكرانية إلى البلاد من أجل الانضمام إلى القوات الأوكرانية وقوات الدفاع الأوكراني للدفاع طبعا وعن بلادهم كما يرون ذلك. في دول أوروبية أخرى مثلا هناك يقال يعني طبعا في الإعلام الأوكراني حسب ما نقلت الكثير من الصحف هنا عن فتح الأبواب في جورجيا لمجموعة من المقاتلين، هناك في دول البلطيق كذلك ينتظر أن تفتح أبوابها لدخول مواطنين سواء أوكرانيين أو الراغبين من الأجانب في خوض هذا الصراع إلى أوكرانيا. هذا ما توفر حاليا. أما المعلومات الرسمية المؤكدة تقريبا نعم يعني ربما تكون في الساعات أو الأيام. طيب محمد، بالطبع مع تطور العمليات العسكرية والميدانية بالطبع، الباط تحدث بأن عدد من المواطنين الأوكرانيين ما زالوا يتواجدون في الملاجئ الخاصة بهم، لو تطلعنا أكثر عن هذه الملاجئ وجاهزيتها لاستقبال هذا العدد واستمرار هذا العدد من المواطنين فيها منذ طبع فجر الخميس مع بدء العملية العسكرية الروسية. نعم، الكثير طبعا بسبب الضربات الجوية وبسبب التحذيرات المحلية استهداف أماكن مدنية، الكثير من السكان المدن التي يتواجد بها صراع قومي على غرار العاصمة كييف سكانها في الحقيقة يقضون لياليهم وربما أيامهم كلها يعني في هذه الملاجئ. أغلبية الملاجئ الآن في العاصمة كييف إذا تطرقنا إليها على الأرض بالخصوص يمكن القول بأنها ملاجئ يعني الامور صعبه بها، ولذلك فان يعني الظروف الانسانيه صعبه بها، ما عدا طبعا محطات المترو التي ربما تكون اقل ضررا للمواطنين ويعني بطبيعه يعني الاماكن المتواجده فيها وتسمح ب يعني تواجد الكثير من الناس على خلاف مثلا
يعني الملاجئ التي تكون في كثير منها تحت البيوت يعني او تحت المقرات السكنيه، وهي في الحقيقه غير مهيئه. وهناك انتقادات حتى للسلطات الاوكرانيه بهذا الخصوص بعدم الدعوه الى التوجه الى هذه الملاجئ، لانه في حاله سقوط احد من الابنيه فسيكون من الصعب اخراج هؤلاء المواطنون من هذه يعني من هذه الاماكن. نعم محمد، أيضا حتى نكون يعني مع مستجدات الأحداث، وزير الخارجية الأوكرانية يدعو لإنشاء منطقة آمنة حول هذه المحطة، محطة زابوريتشيا. ودعني أذهب بك إلى موضوع المفاوضات. المفاوضات كانت الجولة الثانية بالأمس، ومن المتوقع أن يكون هناك جلسة مفاوضات ثالثة. السؤال الذي يطرح نفسه، الخروج من هذه المفاوضات التي حدثت بالأمس، هل كان إلى حد ما هناك نتائج يرى المحللون أنها تعتبر مرضية، فكرة الممرات الآمنة، أم أنه أيضا ما زال هناك الكثير الذي من المنتظر أن يكون في المفاوضات القادمة، وخاصة أن الكل كان في انتظار أنه ربما تخرج هذه المفاوضات بوقف على الأقل لإطلاق النار؟ إذن ما التوقعات بالنسبة للمفاوضات في المرحلة القادمة، وخاصة بعد أننا تحدثنا عن مرة أولى ومرة ثانية، وكل ما خرجنا به حتى الآن هو فكرة الممرات الآمنة؟ نعم، في الحقيقة الجانب الأوكراني وكما ذكرت يريد أن يخرج من هذه المفاوضات على الأقل باتفاق يوقف يعني يوقف وقف إطلاق النار. هذا هو الأساس بالنسبة للجانب الأوكراني. الجانب الأوكراني في الحقيقة غير راض عن نتائج هذه المفاوضات، ربما يذهب إليها يعني مرغما حتى لا يقال بأنه رفض التفاوض وأنه كانت هناك فرصة ولم يستغلها. فمن خلال حتى حديث الرئيس الأوكراني الذي وجه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطالبه باللقاء سويا وبالتحدث وبيعني وضع كل شيء على الطاولة، يعني هذه الأمور تدل على عدم رضا الجانب الأوكراني، لأنه في الأساس أوكرانيا هي من تتضرر من يعني في حالة طال الصراع. وعدم توقف العمليات العسكرية يعني يزيد الأمر سوءا، وتبقى أي مفاوضات وأي جولة من المفاوضات إلا لم تحقق الغرض الأساسي وهو وقف إطلاق النار فلن تكون لها أي معنى في الحقيقة بالنسبة للأوكرانيين هنا. طيب محمد، بالحديث عن حديث الرئيس الأوكراني حول الرئيس بوتين، وكان له بالطبع حديث أمس مهم، وجه في بعض كلماته لحلف الناتو أو دول الغرب، وطلب بوضع حظر جوي فوق بلاده، وهذا بالطبع ما نفته المصادر الخاصة بحلف الناتو بهذا الأمر تحديدا، ولكن قال بأن أوكرانيا ما زالت تريد الطائرات. هنا أريد أن أعرف منك، ما هي نوعية الطائرات الذي يريدها الرئيس الأوكراني والتي قد تحدث فارقا على أرض الواقع، وما هي المساعدات العسكرية الأخرى التي يريدها أيضا زيلينسكي، في حين وصلت بالطبع وأصلا مساعدات كبيرة عسكرية من جانب عدد من الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة؟ طبعا يدرك الجانب الأوكراني حجم الفارق في القوة بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي، ولذلك مطالبه واقعية بشأن ضرورة الدعم الغربي لبلاده، خاصة وأنه يعتبر بأنه قد يعني قد تمكن من الصمود لليوم التاسع على التوالي، ومنع روسيا من تحقيق أهدافها يعني بشكل كبير، خاصة عدم سيطرتها على مدن رئيسية، مدن خاركيف وحتى في منطقة الدنباس لا يوجد سيطرة كاملة للقوات الروسية، كييف لم تستطع أن تدخلها القوات الروسية. هذا الأمر ربما دفع بالجانب الأوكراني إلى المطالبة أكثر بالمزيد من الأسلحة، مؤكدا أنه في حالة حصول على الأسلحة فيمكن أن يواجه الجانب الروسي ويمنعه من التوسع ومن تحقيق أهدافه بشكل كامل إلى حد إلى الحد الذي يقف فيه الطرفان أمام طاولة المفاوضات من أجل وقف هذه الحرب. بالنسبة للأسلحة التي يطلبها الجانب الأوكراني، أولا الجانب الأوكراني كان قد طالب منذ اليوم الأول لهذا الصراع بضرورة إغلاق المجال الجوي أمام يعني المجال الجوي الأوكراني. يدرك الأوكرانيون صعوبة طبعا
مواجهتهم لروسيا التي تمتلك ترسانة من الأسلحة التي يعني تجوب مختلف المناطق الأوكرانية، وما تعرضت له خاركوف وما تتعرض له مناطق في ضواحي العاصمة كييف خير دليل على ذلك. المطالب كل يوم تتكرر بالنسبة للجانب الأوكراني، تغريدات نراها بشكل دوري لوزير الخارجية يطالب الغرب بضرورة إغلاق المجال الجوي الأوكراني الذي ربما لو حدث سيغير ربما يعني مجرى الصراع بشكل كامل. بالنسبة بالعودة إلى سؤالك بخصوص الأسلحة، أعتقد أن الأسلحة الرئيسية بدأت تصل على غرار يعني أسلحة أنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات، وهي التي كانت تستعمل بقوة في الحرب، وتمكن بفضلها الجانب الأوكراني من وقف الزحف الروسي نحو العاصمة. وكذلك هناك الطائرات التركية بيرقدار، الطائرات المسيرة استخدمها الجيش الأوكراني في القضاء على ربما بالطبع الروسية. محمد، ربما هي مساعدات قد تحدث فارق على أرض الواقع، وربما سنشهد مزيد من المساعدات العسكرية من جانب الغرب لأوكرانيا بعد حديث الرئيس الأوكراني زيلينسكي أمس. أشكرك شكرا جزيلا محمد الزاوي مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا تحديدا من الفيف الأوكرانية، شكرا لك.